ابا رمزي، انا عايز اعرف منك حاجه كده مهمه. أه. هو انت ابوك وامك كانوا بيقفوا جنبك ودعموك؟ انت عايز الحق ولا ابن عمي؟ انا عامل ايه ابن عمك؟ انا قصدي ابن عمه، ابن عم الحق. انا سيدي رجل عصامي، جبت خامات وبنيت نفسي بنفسي. يرضيك يرضيك يا خواجه يا جوزي، الواد رمزي شوت الكره في النيش، تيجي في المقص اليمين فوق. جت في المقص ولا في النيش؟ هددي. احدد لك بالظبط، جت في المقص فوق على اليمين. قوله عملت ايه رمزي؟ بابا انا اشرح لك. بابا انا شوت الكره يجي في النيش، اذا تتكسر. دونت كراي. برافو رمزي، جود. انت رياضي محترف وهتسبح مثل عمري ورده. اي اس اي اي ان شاء الله. لازم. هلو مورينيو، ان ابني لديه موهبه فذة في لعبه كره القدم، وارغب له في الانضمام الى اشبال الارسنال. حسنا مورينيو، تمت، اشكرك. رمزي، من بكره الصبح تذهب لامك مورينيو في ساحه الارسنال. اتينا في الفريق الاول يا ولد. بس يا بابا. ما بسش، ابوك عارف مصلحتك فين، عايزك لعيب كره قد الدنيا زي رونالدو. انا اشرح لك بابا، الموضوع صدفة. انا شوت كرة جت في النيش بينما كنت اجري واتشقلب بسرعة. تتشقلب رمزي؟ تتشقلب وتجري؟ اي نعم. حسنا، اخر حاجة، من بكرة الصبح تذهب الى مركز شباب الارسنال، تلعب جمباز هناك عشان تصبح رياضي مثل نيلي كريم. بابا انا لا احب جمباز، انا أحبه أغني. ولا بيعرف يغني ولا بيعرف يعمل حاجة، هو بس يشوط الكورة يقوم جايب النيش. تغني رمزي؟ أغني بابا. أمان ربي أمان. المزهانم، هاتي رقم 50 سنت من جوا. حاضر. ولا أقول لك استني، هو مسجل عندي على الإيد بديل 50 سنت. أريد أن أتحدث إلى أحد أعضاء في 50 سنت. أنت، إن ابني لديه موهبة فذة في الغناء وأريد أن ينضم إليكم. والله 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 أنت مدلعه. هاول هاول أرجوك، لماذا لا ينضم إليكم؟ فلينضم إليكم وتصبحون 51 سين. حسنا حسنا، أشكرك، تم. أبي، إن الفرحة في عيونك وصوتك تعني أنني سوف أغني من بكرة الصبح. ضبط زوايا ضبط زوايا.